بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة على مادة الفيزياء. اليوم إن شاء الله هناخد مراجعة على الفصل الأول وهو تطوير الحركة. أول شيء عندنا هناخد الرياضيات والفيزياء، علاقة الرياضيات بالفيزياء. إيه هو علم الفيزياء الأول؟ هو علم دراسة المادة والطاقة والعلاقة بينهم. يبقى علم الفيزياء هو علم يدرس المادة والطاقة والعلاقة بينهم. طب الرياضيات في الفيزياء، في بعض العلاقات لم يستطع علماء الفيزياء ان هم يضعوا لها تفسير معين، استعانوا بعلماء في مادة الرياضيات قدروا ان هم يضعوا لهم بعض العلاقات الرياضية التي تسهل وتبسط بعض المفاهيم الفيزيائية. يبقى إذا الرياضيات في الفيزياء توصف المفاهيم في الفيزياء بواسطة المعادلات الرياضية من أجل نمذجة المشاهدات ووضع التوقعات لتفسير الظواهر الفيزيائية المختلفة. طيب أنا عندي، يبقى إحنا كده استخدمنا الرياضيات في الفيزياء عن طريق إن إحنا بنستخدم المعادلات في المعادلات الرياضية في العلاقات الفيزيائية. طيب الطريقة العلمية هي عملية منظمة للمشاهدة والتجريب والتحليل للإجابة عن الأسئلة حول العالم الطبيعي. ديت لما نيوتن كان جالس وقعت عليه تفاحة مثلا، لم يستطع وقعد يفكر. يبقى إذا الموضوع بقى فيه تجريب وتحليل للإجابة عن الأسئلة حول العالم الطبيعي، وديت هي تسمى بالطريقة العلمية. طيب ننتقل بعد ذلك، تبدأ الطريقة العلمية واحد بتحديد المشكلة وجمع المعلومات، ثم وضع الفرضيات، ثم اختبار صحة الفرضيات بالتجارب، ثم تحليل البيانات والاستنتاج. فإذا كان الاستنتاج لا يدعم الفرضية تعدل بفرضية أخرى. يبقى الفرضية هي تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات مع بعضها البعض. النموذج هو عبارة عن تركيب نظري يسهل دراسة وتفسير الظواهر الطبيعية والعلمية ضمن إطار منطقي يتضمن افتراضات قد تكون خاطئة وتشكل مكونا مهما جدا من النظريات العلمية. طيب إيه هو القانون العلمي؟ هي قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة. القانون لا يفسر سبب حدوث هذه الظواهر. أنا عندي هنا النموذج زي مثال معالم سطح المريخ، هنا قانون الانعكاس. النظرية العلمية هي الإطار الذي يجمع بين عناصر البناء العلمي في موضوع من موضوعات العلم والقادر على تفسير المشاهدات والملاحظات المدعومة بنتائج التجربة، زي مثل نظرية الجاذبية الكونية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى القياس. القياس هو عبارة عن مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية، زي أدوات القياس اللي أنا بستخدمها. بستخدم مثلا قياس الطول، المتر، الكتلة، كيلو جرام، الزمن ثانية، درجة الحرارة اللي هي تمبريتشر كلفن، كمية المادة اللي هو المول، التيار الكهربائي اللي هو الآي أو الأمبير، شدة الإضاءة اللي هي السي دي. طيب أنا عندي نظام الدولي للوحدات، في عندي نوعين من النظام الدولي، في الكميات الأساسية والكميات اللي هي المشتركة. الكميات الأساسية هي الكميات التي تقاس بالوحدات الأساسية والمباشرة زي الطول زي أي شيء. الكميات المشتقة هي الكميات التي لها وحدات قياس مركبة أو مشتقة من الوحدات الأساسية زي الإيه؟ مثل القوة أو العجلة، التسارع مثلا اللي هو متر لكل ثانية تربيع. طيب أجزاء ومضاعفات وحدات القياس، أنا عندي مثلا الفاكتور، البريفكس والسيمبل والفاكتور. التيرا بيرمز ده بالرمز تي، بيبقى 10 أس 12. جيجا بيرمز ده بالرمز جي وبتكون 10 أس 9. ميجا إم 10 أس 6. كيلو 10 أس 3. دي سي 10 أس سالب 1. سنتي 10 أس سالب 2. ملي إم 10 أس سالب 3. مايكرو ميو 10 أس سالب 6. نانو إن 10 أس سالب 9. بيكو بي 10 أس سالب 12. فيمتو ده اللي اكتشفه العالم أحمد زويل. إف 10 أس سالب 15. يبقى كل هذه الأشياء هي أجزاء من وحدات القياس. طيب تحليل الوحدات، استخدام الوحدات باعتبارها كميات جبرية في المعادلة أو مجموعة المعادلة للتحقق من صحة الإجابة. دقة القياس هي درجة الإتقان في القياس، وتعتمد على الأداة والطريقة المستخدمة في القياس، فكلما كانت الأداة زاد
تدريجات بقيم أسرع كانت قياسها أكثر دقة، ودقة القياس تساوي نصف قيمة أسرع تدريج في الأداء. تاني شيء عندنا دقة القياس الطريقة المستخدمة في القياس. الضبط اتفاق نتائج القياس مع الايه؟ مع القيمة المقبولة أو المعلومة أو المعتمدة في القياس. طيب معايرة النقطتين، الطريقة الشائعة لاختبار الضبط في الجهاز عن طريق معايرة صفر الجهاز أولاً، ثم معايرة الجهاز عن طريق قياس قيمة معلومة. لتراك أسباب الخطأ، كل دي طبعاً يا شباب الأشياء هذه بنحتاجها طبعاً في التجارب العملية في مادة الفيزياء، إن أنا بحتاج مثلاً أضبط الجهاز الأول، بعمل له معيارية الأول، بنعاير الجهاز، محتاج دقة في القياس، محتاج تفسير علمي، كل هذه الأشياء للبحث في مادة الفيزياء. وإلى هنا يا أحباب نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ولو في استفسار إن شاء الله بنتابع معكم من خلال منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلي.